إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. عروس فرافيع متتبع الشعب المحلي في منطقة سيدي النعمان وأحد ساكنين المنطقة أيضا. بالنسبة لتوليفة المكتب الجامعي أو المكتب مقاطعة في منطقة سيدي النعمان، فهي توليفة جاءت في سياقها نظرا لما عرفه التقطيع الانتخابي الجديد انطلاقا من الأحزاب الثلاثة اللي هيمنات على أكبر عدد من المقاعد. انتظاراتنا كساكنين احنا كنتسناو ونترجو خيرا ان شاء الله في هذا المكتب هذا. ان شاء الله اولا من ضمن جمله الاشياء هو ما تم الوقوف عليه في مرحله سيريه سابقه ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله انها تعالج مجموعه من المناطق. من ضمن اولا ان يتم المرافعه خصوصا ان السيد الرئيس عبد الرحيم الوطاس راه تبارك الله نائب برلمان على المنطقه ايضا، نتمنى ان يتم حل حاله ملف السكن بما يعرفه ايضا من مشاكل قطاعيه. نتمنى ان يكون بعد تدخل ايضا من طرف السيد النائب الثاني والنائب الاولى ايضا سقينا اللي تبارك الله تيانا ترجع فيها ان شاء الله خيرا. نتمنى ان تكون انتظارات ايضا في مجال الصحه من طريقه التخبيب ان شاء الله والتوزيع المجالي والعداله المجاليه ايضا، لان من الجمله اللي خاصنا اننا نكون احنا كمواطنين منتظرين ان شاء الله رد التفاعل ديالها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله، نتمنى ان شاء الله خير وباقي ان شاء الله للحديث بقية. السلام عليكم، محمد شوقي رئيس المنتدى الوطني لحريه حقوق الانسان. حضرنا هنا لجماعه سيدي مول اليوم لتشكيل المكتب ديال مجلس المقاطعه. هنيئا للناس اللي فازوا وكنتمنوا التوفيق للناس اللي ما حلفهمش حظ. طبيعي احنا ما كيهمناش اليوم الالوان ولا هذا ولا كيهمنا هو ان هذا المجلس هذا يجاوب على الانتظارات ديال الساكنه ديال سيدي مول. من ناحيه كاين هذا المشكل دابا ديال السكن العشوائي، خاص يكون واحد الاستفاده واحد الكرامه للمواطنين. كاين المشكل ديال المساحات الخضراء، كاين واحد العدد ديال الطرق اللي هما فيهم الحفاري، كاين هذا المشكل التهميش كتعرفوا المنطقه، كاين خصنا يحركوا لنا شويه ديال الاستثمار، يحركوا لنا شويه ديال كل واحد انتعاش اقتصادي باش ولاد المنطقه حتى هما يتحركوا، هذا هو الاساس. حنا المهم عندنا ماشي الالوان، ماشي شكون الاول اللي شد المقاطعه، وانما خاص تحقق المطالب ديال الساكنه ديال سيدي مومن. والايام بيننا وحنا كمجتمع مدني وحقوقي راه ما يمكنش لنا اننا غادي نسكتوا ولا غنتنازلوا على الحقوق والمطالب ديالنا، حنا غادي نتبعوها وهذا راه وعد امام الله عز وجل. تبارك